واتمنى زي ما بقول ان الاتحاد يبتدي ان هو يدور، مش هو احنا اللي هنفضل ندور لهم على لعيبه وكمان حتى ما لا انت مش مشكله تدور، هي مشكله مش في التدوير، مشكله انك بتدي لهم لهم يا جماعه في لعيبه اهو ويسيبوه ادي ياسين عبد الله يا جماعه خدوا اتفضلوا تواصلوا معاه. يعني هنفسنا طبعا مره ان شاء الله باذن الله يعني هتواصل، هنحاول نتواصل مع ياسين نتكلم معاه نعرف اخباره ايه ووضعيته ايه، او حتى مع والده. والده بيتكلم عربي ولا ما لا؟ طبعا والده بيتكلم عربي، انا والده مصري. كويس، يعني نحاول مره نتواصل معاه هنا برضو في حلقتنا هنا. يعني للاسف شديد حاجه برضو تزعل، يعني هتتكلم عن لاعب بيلعب في فريق باريس سان جيرمان، فريق باريس سان جيرمان خلال السنه الجايه هيكون من اقوى الفرق الاوروبيه بعد ما تم شرائه من مؤسسه قطر طبعا. بالظبط، وضخ فيه اموال وضخ فيه لاعبين بشكل كبير، وهو حاليا مصدر الدوري الفرنسي وغالبا هيلعب في الشامبيونز ليج وغالبا هيكون ليه تاثير، وممكن ياسين لو تالق ممكن يشوف زي ستيفان شعراوي. زي ستيفان شعراوي زي ما بقول لك هو فعلا شارك في التدريبات مع الفريق الاول، فده بيدل على ان هو قرب ان هو يشارك مع الفريق الاول حتى لو خد وقت صغير في البدايه، لكن ده بيديله فرصه ان هو هيشارك مع الفريق الاول، دي حاجه طبعا كويسه جدا. تمام. طيب خلينا ناخد بس بعض. انا عايز اقول برده حاجه محمد معلش قطعتك قبل ما انسى، انه برده خد احسن لاعب في فرق الناشئين مع باريس سان جيرمان، خد بطوله دوري، خد بطوله كاس، فطبعا لعيب يعني مع فرق الناشئين طبعا. بالظبط، فطبعا حرام لعيب زي ده يضيع مننا، خساره طبعا. طب انت كلمت حد كابتن ربيع ياسين مثلا ارشدته للفريق ده؟ 17 سنه ده سن. انا كلمت كابتن ربيع ياسين بس بصراحه ما كلمتوش عن ياسين تحديدا. كلمته عن لعيبه ثانيه وكده، بس برده للاسف قال لي وعدني ان هو هيضم اللعيبه دي بس ما شفتش اي حاجه بصراحه. يعني خد بالك برده كابتن ربيع ياسين كان معانا هنا في حلقه واتكلمنا، اتكلم عن ان في معوقات ثانيه اصلا بتعوقه هو في الاتصال باللاعبين، يعني حتى اللي ممكن يكلم النادي، النادي خب اللعيب ده منه. ازاي؟ يعني حصلت مع لاعب اللي هو بتاع فاينورد امير. امير عادل. امير عادل اللي هو اسمه الكسندر. الكسندر ياكوبسن. بالظبط. اتصلوا، خلى الاتحاد يتصل بالاتحاد، فالاتحاد الهولندي ما خاطبش النادي، هو طبعا المفروض كاتحاد ما يخاطبش النادي، هو هيخاطب الاتحاد الهولندي. الاتحاد الهولندي ما خاطبش النادي اللي هو فاينورد. هو بيلعب في فاينورد ولا فاينورد؟ بيلعب في ايندهوفن. ولا ايندهوفن، بي اس في ايندهوفن. ما خاطبش النادي وما ردوش عليه، فدي مشكله لبعض المعوقات اللي بتعوقه. ليه؟ لان ممكن لاعب زي ياسين يتم اقناعه ان هو يلعب مع المنتخب المصري وان هو هيبقى نجم وان هو هيبقى ليه تاثير مع المنتخب المصري، واقتنع. طب حتى برضه اقنعه او اي سبب من الاسباب، يعني برضه اقنعه وقال له انت هتبقى نجم وكده، اقتنع، تلاقي لا ما هو منتخب فرنسا هيكون اولى وقتها بالنسبه لهم. بس هل محمد اتحاد الكوره ان هو لعيب مميز جدا؟ اتحاد الكوره ومؤسسه اتحاد الكوره ما يقدروش يعني يظبطوا حاجه زي كده؟ يعني لا، اتحاد الكوره، اصل اتحاد الكوره بيمشي في البروسيجرز بتاعته الاساسيه، انا خاطب الاتحاد. وعندنا مشكله للاسف كمان اتحاد الكوره برضو، يعني خلينا نكون واقعيين، مش هيسعى قوي يعني. هو بعت الجواب ورد رد ما ردش، خلاص خلص. بقول يا رب ما يردش اصلا. يا رب ما يردش. رد لا، حتى لو رد يعني خلاص رد رد. وبعدين الموضوع كله انا قلت لك يا كابتن ربيع، قلت له حاولت تكلمه معاه وديا قبلها، انت ككابتن المنتخب كلم والده، كلمه وديا او كلم حد مقرب ليه ان هو يكلمه وديا، وبعد ما يقتنع ابدا خاطب الاتحاد او خاطب النادي او خطوات رسميه بعد. بس هو قال لا، انا افضل ان هو ياخد الخطوات الرسميه، ودي بعض الحاجات برضو اللي بتاخر الموضوع ده. طيب احنا عايز اعرف بس الفيديوهات كمان، عندنا فيديوهات طريفه لو جاهزه معانا عايزين نبدا ناخدها. لو تشوف الفيديوهات الطريفه جاهزه معانا على ما اقرا بعض الرسائل الخاصه اللي جايه لنا على الفيسبوك. سندس وسلمى بيسالوا استاذ وسيم عن رايه في اداء زيدان في الفتره الاخيره. طبعا اداء زيدان كان مبهر جدا لينا، احنا كلنا تفاجئنا ان هو قدر انه يسجل 6 اهداف في اول 6 مباريات ليه. برغم ان هو كان بقاله فتره طويله جدا ما بيلعبش مع بروسيا دورتموند بسبب الاصابه بالرباط الصليبي. فطبعا احنا كلنا سعداء بمستوى زيدان، هو بس يمكن اخر ماتشين وده مدربه قال ان هو نتيجه الارهاق، فممكن مستواه تراجع شويه، ولكن بيتمنى طبعا ان شاء الله. هو قال واكد ان هو هيلعب بكره اساسي في مباراه شتوتجارت، وانا بتوقع ان شاء الله زيدان يجيب هدف ان شاء الله. واحمد جمال برضه بيسالك، هل ادم منصور ساب اوكسير الفرنسي؟ بالظبط فعلا، هو لاعب دلوقتي فري يعني غير نادي. بالظبط. ادم منصور ده ايه؟ بس انا احب برضه ان احنا نتكلم عليه في حلقه برضه يكون عشان هنتكلم. لا هنتكلم عليه بالتفصيل يعني. بالظبط بالظبط. طيب احنا عندنا فيديوهات طريفه جاهزه يا جماعه ولا لا؟ طيب خلينا ناخد اول فيديو. قدم لي الفيديو كده. هو الفيديو اللي عندنا النهارده، اول فيديو عباره عن تحدي ما بين كره القدم وكره التنس. كره القدم متمثله في كريستيانو رونالدو طبعا، اللي هو واحد من اعظم لاعبي كره القدم حاليا البرتغالي طبعا، والاسباني رافائيل نادال لاعب كره التنس مشهور. الاثنين بيتحدوا بعض، ونادال مدريدي برضه. بالظبط. يمكن الاثنين هيتحدوا بعض، والطريقه ان هم هيتحدوا بعض بكره التنس، وكريستيانو رونالدو هو اللي هيفوز على نادال بكره التنس. بعد كده هو المفروض ان هو الاعلان او التحدي ده هو عاملاه شركه دعايه لاحد الاحذيه. المفروض بعد ما بيفوز كريستيانو رونالدو بيطلب نادال ان هو يستبدل الحذاء من كريستيانو، وبياخد الحذاء بتاع كريستيانو وبيقدر ان هو يفوز عليه بكره القدم. يعني هم دخلوا بعض تحدي، كريستيانو فاز في كره التنس،
ونادال هو اللي فاز في كره القدم. طبعا اعلان طريف جدا طبعا. هو الفيديو ايه مش كامل معانا ولا ايه؟ فيديو قطع كده مش عارف. انت جايب فيديو كامل ولا جايب رأس؟ لا كامل طبعا. فيديو كامل يا ريت لو يتعرض كامل طبعا. يعني الفيديو طويل جدا نحب نشوفه. الفيديو هيرجع معانا اهو. ده التحدي بقى مثالي. هو الاول كان بيسخنه بس. هو كان الاول بيسخن نادال ففوجئ برونالدو داخل عليه. وبيدخل معاه التحدي. هنا بيلعبوا بكرة التنس. رونالدو طبعا بيستعرض مهاراته طبعا. بالظبط. وينفع يلعب براسه ولا ايه؟ رونالدو بيقدر ان هو اللي يفوز على نادال. نادال بيستلمها. نادال هو اللي بيلبس بالظبط هيلعب كره القدم وهو اللي هيفوز على كريستيانو. طبعا اعلان طريف جدا. طيب كان برضو اخيرا كان في مارادونا كان في مشكله في مع زوجته في تالف بالظبط في الدوري الاماراتي. يمكن كانت واقعه طريفه جدا ان زوجته هي طبعا تعرضت لبعض المضايقات من قبل جماهير نادي الوصل. لكن الطريف ان مارادونا طلع عن المدرجات عشان يدافع عن زوجته من فوق المدرجات وخدها فعلا ونزل. كانت واقعه طريفه. مش جاهز معانا. طيب احنا تقريبا كده وقت حلقتنا انتهى وسيم. فانا بشكرك على وجودك معايا. وانا بشكرك يا محمد. بشكرك جدا. واحب اشكر برضو مش ده كرام اشكر طبعا كابتن منير حسن كان معانا وكابتن تامر النحاس. وقبل ما نخرج هنروح نشوف نتابع بقى اخبار ميدان التحرير ايه. ناخد اللقطات الحيه والبث المباشر هناك من ميدان التحرير. وعايز برضو اشكر المشاهدين الكرام اللي بعتوا لنا على صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا ده ميدان التحرير. لقطات ميدان التحرير واضح انه ازدحم شويه ميدان التحرير دلوقتي. طبعا زحم كتير عن الصبح. يعني انا مش عارف ان انا ساكن في وسط البلد والدنيا عندنا على طول يعني فيها. هترجع ازاي بقى؟ ربنا يستر ان شاء الله. وضع في حاله ازدحام في ميدان التحرير. عايز اخد برضو كده سريعا بعض الحاجات اللي ما قلتهاش. احمد رمضان بيقول لازم يوافق كل من الاسماعيلي والمقاولين على العروض المقدمه من بازل وفرنتينا على الاقل الزور في المستوى الاوروبي في دوري الابطال. فاتكلمنا في النقطه دي مع الكابتن تامر النحاس وقال ان مشكله الانديه بتحسبها حسابات ثانيه يعني. وكابتن قال لك النادي عايز يحل كل مشاكل النادي كله في العرض. طيب بشكر طبعا كل اللي بعتوا لنا. اسلام البنداري وامتى ماتش الاهلي هيتلعب في القاهره؟ لا ماتش الاهلي ان شاء الله يوم الاحد الساعه 7 وهيتلعب باذن الله في استاد الكليه الحربيه. ناصر الهلاوي بشكرك. سيف المصري بنشكرك. واحمد جمال وباربي برايد وناصر الهلاوي بنشكركم على وجودكم طبعا معانا وعلى تواصلكم معانا. مشاهدينا الكرام عايز افكركم باعاده حلقه اليوم ان شاء الله الساعه 1:30 بعد منتصف الليل. وغدا ان شاء الله حلقه جديده في نفس موعدنا الساعه 12 ظهرا بتوقيت القاهره. شكرا والى اللقاء.